بدي ارجع الى نائب مارك داو. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور عليك ولضيفك. اهلين استاذ مارك. بدايه، لقاء بكون امبارح مع الحاكم بالانابه وسيم منصوري، شو استشفيته؟ كيف لفت هذا اللقاء؟ يتحرك بطريقه ما مختلفه جدا وسيم منصوري عن الحاكم السابق رياض سلامه بموضوع التدقيق الجنائي، شو حيعمل؟ ماذا لمستم منه بصراحه؟ بتصور الأساس باللقاء امبارح كان مسألة تفعيل المحاسبة عن الفترة السابقة، وكذلك زيادة منسوب الشفافية بشكل كتير كبير. بنعرف وقائع الأمور بمصرف لبنان، إن كان إن شاء الله لناحية ما تبقى من أصول اليوم بمصرف لبنان، كنا حكينا إن كان عن الذهب أو إن كان عن القيمة الفعلية للأصول الباقية مثل سندات اليوروبوند وغيره، لأنه نعم كانت تتصور أنه هي تسوى 5 مليار، هي فعليا تسوى شيء أقل من 400 مليون. حكينا عن مسألة الـ SDR والأموال المتبقية اللي تحولت من صندوق النقد، واضح بقى 125 مليون أو أقل حتى، وهذه أموال أساسية لمرضى السرطان ولغيرهم لأنه منهم بينصرف، وهذه الأموال اللي هي التصرف الحكومي. وكمان صار في حديث عن مسألة الدور يلي ناوي يلعبه بقيادتهم لنواب الحاكم وللحاكم بالإنابة وسيم منصوري عن كيفية التدخل بالأسواق والمحافظة على استقرار العملة، لأنه اليوم كل الناس همها الأساسي هو هذا الموضوع، إذا الدولار رح يرجع يتغير سعر الصرف تجاه الليرة اللبنانية، وإذا هم قادرين يسيطروا على هذا السعر. من الواضح انه عم بيعملوا تدخلات بالسوق، القطع هنا عم بيشتروا عم بيبيعوا عم بيقدروا يلموا دولار من السوق، بس بنفس الوقت ما عم بيتحرك السعر، بس في محدوديه كثير كبيره، وخاصه انه الحكومه في عندها طلبات كبيره لدفعات وتسديدات كلياتنا واعيين للي صار بقصه الكهرباء، وكلياتنا منتبهين للمصاريف، خاصه مساله معاشات القطاع العام للعسكر والدرك والاساتذه وغيرهم. وكان طلع اكثر من وزير عم يحكي بهذا الموضوع انه هن في عندهم نقص بالتمويل الدولار. من النقاشات اللي حكيناها بشكل خصوصي هي اللي صار بالفاريز وماريسال، واهميه اتخاذ اجراءات قانونيه، وطلبنا منه بالحكم بشكل كثير واضح انه يتحركوا بصفه مصرف لبنان ويدعوا مباشره على كل من يبينها التحقيق بالقضايا اللي موجوده، لانه اليوم المصاري يلي بفوري ولا باوبتيمم انفست ولا بشركات ثانيه بالتحويلات يلي انعملت بتوقيع رياض سلامه، هول اموال تعود مال عام ومال مصرف لبنان، فمصرف لبنان لازم يكلف محامين ولازم يرفع دعاوي على الاشخاص يلي صرفوا اموال تعود لمصرف لبنان بغير وجه حق، منهم رياض سلامه وغيره. كما في محاسبه بدها تنعمل على وزاره الماليه، لان وزاره الماليه خاصه بال 2015 ل 2020 كان عندها دور رقابي الفعلي، وبتاخذ تقارير وبتشوف ميزانيات مصرف لبنان، لما بين هالقد صار عم يتراكم خسائر بدرجه كثير كبيره، وبين ده وزاره الماليه بانه الخسائر فاقت راس مال مصرف لبنان، يعني صار راس ماله سلبي. هيدا بالقانون، حسب قانون النقد والتصنيف ماده 113، المفروض مباشره الدوله ترجع ترسم المصرف في لبنان، وهذا الشيء اللي ما عملته وزارة المالية ما ذكرت. نعم. هون في تزوير بموازنات ولا لا؟ هيدي لازم يصير في تحقيق رسمي عليها، ولازم يتحاسبوا المسؤولين إن كان وزارة مالية ولا بس حاجة. استاذ مارك، معلش، العالم اليوم كتير بهمه موضوع الدولار اللي ذكرته وسعر الليره مقابل الدولار. قادرين يتدخلوا او يضبطوا الى حد ما؟ يضل في هلا السعر يعني ما شايط، بس انه هذا الاستقرار المتواجد، لانه كنا عم نسمع انه عندما يغادر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه حتقوم لقيامه بموضوع الدولار. وسيم منصور اليوم والنواب الحاكم قادرين يضبطوا هذا السعر ما لمستوه؟ حكينا بهذا الموضوع تحديدا، اللي نعم مبين لهلا انه ايه في امكانيه للضبط، خاصه اذا تم ضبط المضاربين بكميات كبيره، يعني عم بفوت شنط مليون ومليونين وثلاثه مليون عم بجرب يضارب بالسوق، قال اكيد بيأثر. لما هول المضاربين بينضبطوا وصار في تحرك، بتصور تذكر اليوم بالجرائد كمان عن ضبط احد المضاربين، ساعتها بلا السوق بيقدر يعمل اداره افضل. هون اللي قلك شو الفرق الاساسي اللي بيهم المواطنين، إذا الناس بتدفع ضرائبها بالليرة اللبنانية، هيدي المصاري اللبنانية بتسحب كتلة كتير كبيرة لبناني من السوق، بترد على مصرف لبنان لحساب الخزينة. كل ما عم نقدر نسحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من السوق بنضلنا محافظين على سعرها. كل ما يزيد الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد المدولر بالكامل من خارج الدولة، الدولة عندها التزامات مضطرة تدفعهم، وهي ما عندها شيء إلا الليرة اللبنانية.
نعم فاليوم هيدي كله مرتبط ببعض. من هون الإصلاحات يلي هي هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وكل القوانين الكابيتال كنترول وغيره، هيدي قوانين إصلاحية أساسية لنساعد مصرف لبنان واحد يرجع يفعل الدعم بالليرة اللبنانية، يزيد الطلب على الليرة اللبنانية وبالتالي استقرار الدولار. إذا قدرنا نعمل هيدي ساعتها مباشرة وراها بصير في توحيد لسعر الصرف، وفهمنا منهم إنه صايرة فهلا وقت صحيح، إنما هن عم يشتغلوا خلال الشهرين القادمين إنه يكون في منصة بديلة أكثر شفافية وأكثر حرفية يقدروا على أساسها يشتغلوا. أها هيدي كمان معلومة مهمة، بالملف الرئاسي يعني جان ايف لودغيان يفترض يكون واصل بايلول، بدي موقفك انت من المعارضين يلي بتعتبر هذا انتهاك للسياده، شو الجواب على اسئله وزير الخارجيه السابق المفد الرئاسي الفرنسي، وهل من امر سينتج هذا الحراك الفرنسي؟ الجهود الوحيده الملتزمه اليوم، الجهود الفرنسية اليوم هي الجهود الوحيدة الملتزمة بمساعدة لبنان بشكل حثيث، فمن الواضح أنه دائماً عم يتابعوا دائماً في مبادرات. آخر مرة أجا جان إيف لودريان اجتمعنا معه وكان حديث كثير جيد، وبرأيي الأسئلة اللي سألهم خلال العشرة نحن جاوبنا عليهم بوقتها، بعدين بعثت الرسالة وبرأيي الجواب نحن وبعض الزملاء الآخرين ال 31 نائب وقعنا بيان واصدرناه، وانا برايي هذا البيان هو اجابه واضحه وعلنيه على الاسئله اللي انطرحت. براينا اليوم الاشكاليه الاساسيه هي بمن ينسحب من الجلسه، بمن يضرب الدستور والنصاب ولا يسمح للعمليه الاستحقاق الرئاسي يستكمل مراحله عبر دوله اولى ودوره ثانيه ودوره ثالثه بالانتخاب، ويصر بفرض رئيس جمهوريه غصبا عن اكثريه الكتل او اكثريه النواب الموجودين بالمجلس. فاليوم محاولة الفرنسيين لإيجاد آلية أو مسار مثل ما أنت شرحه أكثر مما هو لإنتاج حوار وطني، هي مسار يسمح لتفاعل بخرج رئاسة الجمهورية. مشكورين على المسار، لو مش كل شيء نحن وياهم على توافق بالأسلوب، إنما الهدف واضح والنقاش بيستمر بكره لما يجي نعمل قعدات معهم ونحكي نحن وياهم. بس ما حتردوا خطيا على الأجوبة، بس اكتفيتوا في هذا البيان؟ أنا برأيي البيان بجاوب بالضبط هذا، يعني اليوم لما نحكي مواصفات الرئيس، مواصفات الرئيس يلي انذكرت ببيان الدول الخمس بقطر كانوا كثير جيدين، نحن ما عندنا إشكالية فيهم. بيرجع في مسألة المهام، المهام نحن عم نناقشها وعلى هذا الأساس اتفقنا بالأول على مشروع المعوض وبعدين تقاطعنا على جهات مسؤولة، لأنه نحن في مهام في إطار عام واضح بالنسبة لنا شو المقبول وشو مش المقبول. فعلى الاساس برايي هون جاوبوا عند الراي العام، بدنا رئيس سياده، بدنا يعني كمواصفات وكمهام بصندوق النقد الدولي والاصلاحات والمحاسبه، وانا برايي هيدا اللي مرفوض، لانه لما عم نجيب رئيس نحن رقام بالفساد السابق وعنده كان دور اساسي بالتركيبه مثل ما كانت، نرجع نجي نسلم، يعني عم نقول بدنا التركيبه القديمه تستمر، نحن رفضنا. يعني اذا دعيكم لودريان الى طاوله حوار تجمع الجميع انتم ما بتشاركوا؟ الجواب هو لا، نحن منا منشارك قبل انتخاب رئيس جمهورية، رئيس جمهورية هو الذي يدعي إلى اليوم بدنا نحافظ كمان على كرامة وقيمة هذا الموقع، ومش حيلا حدا بيجي على البلد يستبدل هذا الموقع أو منصير كلياتنا مثل بعض، اللي بيعطل مش مثل يلي عم بيروح وعم بيصوت وعم بيعمل تقاطعات وعم بيجيب أكثرية الأصوات بالمجلس. بس أستاذ مارك كمان المعارضة يعني هددت بالتعطيل، يعني أنتم اليوم عم بتقولوا المشكلة باللي بينسحب وبيعطل، المعارضة وسمعنا كلام للقوات اللبنانية وغيرهم يمكن الكتائب إنه لا نحن بدنا نعمل كل المحاولات لمنع وصول رئيس من محور ما وبالتالي تعطيل النصاب، وارد كمان من قبلكم، انتم عم بتهددوا بهذه الورقه لا؟ هذا واحد من الخيارات المطروحه، بس لليوم صار في 12 جلسه ما تركنا ولا جلسه. لليوم، بس اذا صار على قصه سليمان فرنجيه بتعطلوا كما الثنائي الشيعي. هذا خيار. اذا بده يصير في فرض على الشعب اللبناني هو بالقوه او بتحت اي حاله من حالات التهديد يلي بتصير، اكيد نحن ما رح نقبل انه نخضع الدوله اللبنانيه لاراده سلاح خارج الدوله. بالختام
في عندي نقطتين سريعة. زرت قائد الجيش وكنت حضرتك ضمن هذا الوفد من بعد حادثة الكحالة، وكان في ضمن أصوات المعارضة أصوات كتير انتقدت تصرف الجيش في هذه الحادثة. أنت تضم صوتك لصوت من انتقد، وشو فهمته من قائد الجيش؟ نحن كنا كثير صريحين انه ايه في عتب على تاخر الجيش بالتحرك بعد ما صار هذا الحادث. نعم اخذت عدد من الساعات قبل ما الجيش يطلع يمسك زمام الامور وينتشر ويسيطر ويرجع يجي يشيل الشعب، يعني مدت القصه من الساعه 3 للساعه 9 ونص بالليل او 10 بالليل. فا ايه بالضبط كنا متوقعين انه الجيش يتحرك مين بطريقه ينتشر؟ عفوا كذا. شو قال؟ شرح مين الجيش ينتشر؟ بوقتها بالتفاصيل هو شو صار معه وكيف الاجراءات اللي صارت، وتفهمنا وجهة نظره. استاذ مارك، قلت لنا كنتوا عتبانين على انتشار مين؟ الجيش انتشار، تأخر لينتشر تأخر حول انتشار الكويت. الجيش. نعم، شو كان قائد الجيش؟ قائد الجيش قال احنا بالأول كان موضوع حادث سير، لبعدين وصلوا الأمن وبلشنا نعرف الخبر يلي صار فوق، وعلى اساسه تحركنا. بهالوقت كان توقف كل السير، فتاخرت العناصر لتوصل، ولما وصلت كان عندها اوامر كثير حاسمه لانه كانوا خايفين يصير اي شيء للشاحنه وممكن تؤدي ل يعني اشكال اكبر. فبالتالي طلعوا هن واضطروا يتصرفوا بحزم بهذه الطريقه، مع انه كل اهالي الكحالي والناس بتعرف هن من اكثر البلدات يلي تؤيد وتؤازر الجيش. هلا ضيفي اعلامي حسين مرتضى، يعني كنت عم نتناقش انا وياه في هذه النقطة تحديدا، يقول انه يلي انتقد انه كان هل يتمنى يعني انه يكون في دماء اكثر من ذلك، واعتبر انه الجيش لا تصرف ولم يتأخر لحظة في ما قلت هذا ما قلت هيك لحظة لا لحظة لا كيف لا ما قلت هيك؟ ما انت قلت لي هل لحظة يتمنى سامي اسمحي لي جميل؟ خليني بس موجود لحظة انا بس خليني انا اول اسألك شغلة، شو قلت خليني لي؟ اني اقول لك شو قلت. بس لا لا انا انا بدي بسأل، اقول لك مش انت، انا لا موجود انا بعمل. سمعتك وبدي اسألك انت استاذ قلتي حسين، سامي جميل، قلت لي هل سامي يتمنى الجميل سامي ينتقد، الجميل ينتقد مش يعتب، ينتقد الجيش اللبناني علنا. انا قلت لك كفيت وقلت لي يجب ان يشكر الجيش اللبناني وبيعمل، معلش لو بختلف مع النائب ضو، بيعمل مثل ما عمل النائب ضو، بيروح لعند القائد الجيش بيتناقش هو وياه بغرفه مغلقه. قلت لا لي ينتقد اللي الجيش انتقدوا اللبناني هل بالعلن. هن بيتمنوا يصير في زياده انا للدماء؟ قلت لك لا ينتقد الجيش اللبناني بالعلن استاذ اذا حسين، كان بعد. شو انا روح شفتها من جيب راسي؟ التسجيل، جيب التسجيل. يا ريت يا شباب، بس بعد ويبدو الحلقه لايف ويبدو يعني، ان وبعرف سامي اذا في جميل رجعت كان لك يريد التسجيل. ويبدو ان سامي جميل كان ايه يريد ان يكون هناك دماء اكدت حتى لي يمشي. ايه طبعا لا لحظه، ايه اكدت لي اللي انا قلته. طبعا استاذ مارك ضو بتوافق على هذا الكلام انه لا، هلا اكد لي اللي خليني قلته؟ اوضح بس تفضل. بس اعطي واقع. نحن لما عملنا زياره لقائد الجيش كان معنا النائب سليم الصايغ والنائب الياس حنكش ياس حنكش بتكليف من سامي جميل. فاللي عم بيقوله الاستاذ هو بالضبط يلي صار لما طلعنا وفد كلياتنا مع بعضنا وكلياتنا كنا عم نحكي مع الجيش. هيك بصير، هيك بصير، صح؟ هيك بصير، مش بننتقد الجيش بالعالم بنعمل مؤتمر اقتنعتوا؟ صحفي. اقتنعتوا بما قاله قائد الجيش؟ ما عندنا سبب لما نقتنع، هو ذكر الاحداث كما هي، اذا بين في اكثر من سبب بنرجع بنناقش. بس نحن هيدي المعطيات اللي سمعناها من قائد الجيش ويعني ذكرتها. يعني انت استاذ مارك لا توافق ما قاله رئيس حزب الكتائب انه ينفذ الجيش قرار سياسي لدوله مخطوفه؟ انا برايي اللي صار صراحه اللي بيعمل باب للغط هو انه ما طلع دغري تحقيق المحكمه العسكريه وسيطر على الامر فوق ومسح ادله وحول المكان لمسرح جديد. يلي صار انه الجيش انزلق بالنص بين الاهالي وبين الاسلحه او الذخائر، وبالتالي صار هو لانه قوه قضائيه ولانه هو قادر يحقق ولانه هو يمسح ادله، وصاروا العسكر الموجودين على الارض هن بدهم يعملوا كل شيء. انا برايي الخطا والتقصير من المحكمه العسكريه ومن المحققين يلي كان لازم يطلعوا دغري يمسحوا الادله ويحصوا المنطقه ويتصرفوا على هذا الاساس، مش حطوا الجيش بوجه الناس ونشيل الاسلحه من مسرح الجريمه دغري وبعدين نقول له للجيش تحملها انت وبعدين بنشوف شو بيصير. فانا برايي هيدا الظلم اللي صار مع الجيش. ختاما يعني ما بقدر ما اسالك، في بيان بالسابق لوزير الثقافه مرتضى بيرد عليك وفي عبارات انا ما حكررها، في عندك اي تعليق على هذا البيان؟ لا بتاتا انا ما بقرا له بيانات كثير
الوزير بيخبروني عنه امرار، بس يعني بعد ما شفت مستوى الاجوبه اللي وقفت لا مش رح اقطع لك اياها. استاذ حسام مرتضى عم بيقول قال بتختلف نوعيه الثقافه، معقولي ما تقرا له مشان هيك ما بتقرا له هيدي ما بتقطع وزير ثقافي بلبنان، معقولي ما تقرا له ما سمعت تحديدا شو قال الاستاذ عم بيقول. عم بيقول تختلف نوعيه الثقافه يبدو، مشان هيك ما بتقري له بياناته. ايه اكيد في فرق ثقافي واضح بتصور اذا ما نحفظها بهذا الاطار، بين راينا بمساله حقوق الانسان ورأينا وطبعا بالحريات في فرق كثير كبير. هلا جبرنا نروح نحضر فيلم باربي بعد ما سمحوا فيه معهم يعني 90 دقيقه نتفرج ناس على ناطهم ولابسين زهر، ما كان حلمي بس انه هلا ماشي الحال. بتصور انتصرت الحريات بهذه مسألة الفيلم، بالقضايا الثانية برأيي برجع للمسألة الحقوقية والدستورية وبتمنى انه اصحاب الاختصاص بالموضوع يكونوا صوتهم اعلى. بدي اسمع ولا رأي ضيفي بموضوع فيلم باربي لأنه لفت. بدي أشكرك على هذه المداخلة على أمل اللقاء هون بحوار مطول. شكرا مارك داو على كل هذه الإيضاحات.